الحمد لله العزيز الحميد الفعال لما يريد، سبحانه منه المبدأ وإليه الرجعة، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى ملكوته فاقتدر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويعلم ما بطن وما ظهر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أصفى البشر سيرة، وأطهرهم نصيرة، وأنقاهم سريرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ألزموا أنفسكم التقوى، واربطوا بها عن كل مكروه وخبيث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، لقد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما يهتز له الوجدان، وتخشع له القلوب، وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حديث إنذار وتبشير وتخويف ورجاء. فافتحوا له قلوبكم واصيغوا له أسماعكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أمة الإسلام، جمع هذا الحديث القدسي الكريم توجيهات ربانية عظيمة ووصايا إلهية جليلة، توقظ ضمير المؤمن وتحيي نفسه وتنير دربه وتسمو بروحه وتجعل قلبه نابضا بحب الله عز وجل، دائما التعلق به سبحانه، متقلبا بين خوفه ورجائه، مفوضا كل اموره اليه، مستمسكا بحقه المتين، سائرا على صراطه المستقيم. وان اول ما يجذب الانتباه في هذا الحديث تكرر النداء الرباني: يا عبادي. تكرر هذا النداء 10 مرات في هذا الحديث العظيم، وهو لفظ يفيض حبا وحنانا من الله عز وجل للعباد، يشعرهم بلطف ربهم ورحمته، ويجعل قلوبهم تهفو الى سماع موعظه خالقهم الجليل، ويحلق بارواحهم الى سماع تلك التوجيهات الربانيه. وفي النداء بهذا اللفظ ما يجعل العباد اكثر امتثالا لامر الله تعالى، فان من شان العبد ان يسارع جاهدا الى امتثال امر سيده ومولاه. ايها المسلمون، حذر الله عز وجل عباده في اول هذا الحديث من الظلم، ذلك ان الظلم يقوض بنيان الامم ويهدم الحضارات ويهلك العباد والبلاد ويهلك الحرث والنسل. وبين النبي جل وعلا انه حرم الظلم على نفسه ليكون ذلك ادعى لاجتناب الظلم. يقول جل وعلا: ان الله لا يظلم مثقال ذره، ويقول ايضا: ولا يظلم ربك احدا. ثم ان الله جل وعلا نهى عباده عن ان يتظالموا فيما بينهم،
الظلم يقطع أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، ويدعوهم إلى التداول والتنامر، ويمزق شمل الأمة، ويجعلها أوصالا مقطعة. ومن هنا كان الظلم من أكبر الكبائر وأعظم الآثام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تخافوا، لا تظلموا الناس، وكونوا على الحق ثم لا تخافوا، ولا تخافوا أي ظالم، فإن الظالم رب سبحانه وتعالى متوعده بعظيم شديد عقابه في الدنيا قبل الآخرة. فأي إنسان في هذا العصر الصعب، وكما قلنا وحذرنا أن الفتن ستموج بالأمة موج البحر، وستكون فتن عمياء صماء، فاثبتوا واصبروا ولا تظلموا. والظالم خليه بينكم مولاه، سوف ترون عاقبة في الدنيا قبل الآخرة. أيها المؤمنون، إننا متأملا لنهي الله عز وجل عن الظلم وتحريمه إياه على نفسه يجد معنى عظيما وإشارة دقيقة. فإذا كان الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه وهو ذو قوة متين وصاحب القدرة المطلقة، فإن في ذلك لفتة لأصحاب النفوذ والقوة وتحذيرا لهم عن الظلم. فكلما كان الإنسان ذا جاه وقوة كان النهي متجها إليه أكثر من غيره. ألا فليحذر الآباء من ظلم أبنائهم، وليحذر الرجال من ظلم زوجاتهم، وليحذر المسؤولون من ظلم الموظفين والعاملين تحت أيديهم، وليحذروا ولاة الأمور من ظلم عباد الله، وليحذر الناس من ظلم بعضهم البعض، وليحذر الناس من إيذاء وظلم أهل العلم وأهل القرآن وظلم بيوت الله وكتتيب الله. أيها المؤمنون، إن الحق جل وعلا ذكر عباده بثلاث نعم عليها قوام حياته، وهي نعمة الهداية ونعمة الطعام ونعمة الأسوة. فبالهداية نجات الإنسان من عذاب الآخرة، وبالطعام تقوم بنيته وتستقيم حياته، وبالأسوة يستر بدنه. وفي هذا ما يدل على أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. ألا وإنه لا منعم بتلك النعم إلا الله عز وجل، فالهداية بيده وحده، وهي توفيق محض منه عز وجل، يختص به من يشاء من عباده. قال تعالى على لسان إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديه. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فهوى ووجدك ضالا فهدى. وقال جل شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك الطعام والأسوة هما من فضل الله وحده. يقول تعالى على لسان إبراهيم: والذي هو يطعمني ويسكين. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. عباد الله، وكي يكون العباد أكثر قربا من خالقهم وأشد صلة به دعاهم سبحانه وهو الرحمن الرحيم إلى أن يطرقوا أبواب عفوه ومغفرته وأن يستنزلوا لطفه ورحمته. فإن العباد يفتقون بالليل والنهار، وإن الله عز وجل لا يغفر للمستغفرين منهم، وذلك فضل من الله ورحمة وكرم منه وجود. فسبحانه من أحكمه يعصيه عبيده ويخالفون أمره، وهو يدعوهم إلى ساحة عفوه ورحمته، ويقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
يكثر من الاستغفار وقد غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره وخاصة من العصاة أمثالهم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أيها المؤمنون، وفي معرض تذكير العباد بعظمة الخالق وجبروته وجلاله وعزته وقدرته، بين لهم سبحانه أنه لا حاجة له بطاعة العباد، فنفعها يعود إليهم وحده، نحن العباد هذه ربي سبحانه وتعالى لا ينفع الله ولا نضره. العباد إن أطعنا الله فنفعها لنا، وإن عصيناه فالمضر علينا والعياذ بالله. وأن الثقلين جميعا لو اجتمع على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وبين جل وعلا لعباده أن كفرهم لا يضره شيئا ولو اجتمعوا جميعا على أفجر قلب رجل منهم، ذلك لأن الله تعالى هو القني الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو القني الحميد. وقال تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إخوة الإيمان، إذا ترسخت تلكم المعاني العظيمة في نفوس العباد وخالطت شغاف قلوبهم وعظم قدر الخالق في أنفسهم، كان ذلك دافعا لهم كي يبثوا شكونهم ويشعروا بمسألة من الله جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والأرض. فإنه تعالى كريم جواد لا تتعطله مسألة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاطمه شيء أعطاه، أي أنه لا يصعب على ربي شيء ولا يكبر على الرحمن شيء. فالمؤمن الصادق يدعو ربه تعالى وهو مؤمن بالإجابة ولو بعد حين. وبعد أن بين الله تعالى لعباده واسع فضله وعظيم رحمته ومغفرته، وبعد أن دعاهم إلى ساعة جوده وكرمه، لم يبق عذر لمعتذر ولا حجة لأحد. ولهذا فإن الله تعالى أخبر عباده أنهم إنما يجازون بما كسبت أيديهم وما قدمته أنفسهم. اللي يجد خيرا فليحمد الله، ومن يجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مرضى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا ما جاء في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الحكمة والأحكام، وعظموا أمر الله واجتنبوا نهيه، واسألوه من فضله يهدكم سبل الرشاد ويرزقكم الأمن يوم التنال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.